والكلامي سلامي، والخد على الشطين، والحلوة تسرح غرامي، والجاية جيله منين. حكايتنا اليوم عن خالد. خالد ده شاب أصيل، خالد ده شاب جامد. نبدأ حكايتنا يا سادة، وهقولها تاتا تاتا. كان الولد ممدود، يرحل لكنه يعود، تجوع بطنه يروح يرضع، طفل جميل بيتدلع. يروح يرضع يلقى اللبن خلصان، يا ولاد الكلب. يروح يرضع يلقى اللبن خلصان، بالذمة يا عالم دي تبقى حاجة نشوفها للإنسان. بالذمة يا عالم دي تبقى حاجة نشوفها للإنسان. الولد بيصرخ قاعد جعان. بس يا ابني، هو انت مش انسان؟ امه خلصان منها اللبن، والولد مش ساكت ومقضيها زن. بس يا حبيبي، سكت الولد. يكبر شوية يخش المدرسة، يقابل صحابه، دي صحبة كويسة. وكان له صاحب بيصفت ولا المكنسة، كان بيصاحبه على العادي وعلى اللي، وصاحبه ده هو متولي. نشبك ايدينا. متولي راح الجنينة واحنا نشبك ايدينا، ويا عيني علي عادينا، يقف بعيد وسطينا، متولي هيحارب في سينا، خطف الجنود منينا، والنهضة بتبيض علينا يا متولي. خالد ومتولي لسه ما داقوا اللبن، لكنهم كانوا متعودين في الصبح ساعة العصاري، لما الليل يليل ينزلوا في البسين، يقلعوا خلاجاتهم ويلبسوا الكلاسين، عشان يلعبوا احسن لعبة بيلعبوها. لعبة تحس بروح التحدي، ايدي في ايدك وتاخد وتدي، لعبة الماشي، لعبة الكابتن ماجد. ما داقوا اللبن ولا عمر حاجة في
في يوم فرقتهم، لا فرقهم عدو ولا حبيب، ولا بنت عايقه بلبسها حاطه شويه قرنبيط على خدها، مفيش حاجه فرقتهم الا الرضعه. لكنه ما بيصد.